ابو نحله، العاده غدتك اليوم مو زياده، شو القصه؟ لا يكون اكلت نص الفلافلات. اعوذ بالله، اكلت بس قرص واحد. لك شو القصه؟ اذا قلت لك ما بتعصبي؟ لا ما بعصب. قول. وعديني بالله. خلص بوعدك ما بعصب، بقى هالجوهره بقى. اليوم ابو معروف اكل علي فرانك، وفي واحد تاني ما حسبني بالمره، قال لبكره دين. هلا هي هي القصه؟ هي هي كل القصه. بسيطه مو محرزه. بس شايفك معصبتي. لشو بدي اعصب؟ قديش بيكون النقص هيك؟ ثلاث فرنكات بس، اللي عابين رح يعطيني اياهم بكره. بس اللي على ابو معروف ممكن ما رجع اياهم بالمره. بسيطه، الله يجعلها اكبر المصايب. اطلع سبقني ونام، انا لاحقتك. بيجي نام على التخت ولا على الارض؟ كانت باطله ومحوله عزيمتها. حكيت حكي بهز البدن. شو حكيت؟ شو ما حكيت، شلت شلي على حارة ابو النار وعلى حارة الضبع، وهذا الحكي كله قدام مين؟ اتضايق امسكي وبورا، وقالت من لما اجوا لعنا على الحارة جابوا معهم كل المشاكل. اي والله يا ابي، لا قامت قيمة لحدا ولا احترمت حدا، وصارت تحكي حكي بينحكى وما بينحكى على رجال حارتهم لامسكي وبوران، وقال شو نحن رجال حارتنا كرهانينهم وبدهم يقلعوهم من الحارة. لا والانكى من هيك، شو قالت؟ قالت شو قالت؟ احكي يا مو احكي، يا بي لازم يعرف. قالت انه ابو النار وراتب هنن وراء قتل ابنك. هي قالت هالحكي؟ ايه والله يا بي، ما خجلت قدام حدا. يعني ضايقتنا كثير بحكي هالواقف. هذا مو حكيها، هذا حكي ابنها هذا الواطي. لا تسمعي له، لا تسمعي له وسيله، شيليهم من بالك، انسي خلاص. يلا حبيبتي يلا يلا روحوا، الله يبعث لكم ايام حلوه. الله يحل ايامك يا مؤدب يا محترم. شو عم ضحك الاولاد؟ شلحتوا كل شيء معهم؟ ها يا خرب بيتك شو محتال. لك حرام عليك يا ابو معروف، هدول صغار وما بيعرفوا شو عم يعملوا. صغار؟ انت لا بلوا على نياتك، ادعي عليهم وعلى اللي خلف فيك تغلف في عطله. بعدين بدي اسالك، وين عده الفشه تبع الافكاح؟ بالحفظ والصون، بس قلي كيف صار؟ العن من الشيطان الرجيم، قط بسبعة ارواح. ابو معروف بدك تاخذني ازوره. خلص هي طمناك عليه، ليه بدك تزوره دخلك؟ زياره المريض واجب. صرت تعرف بالواجب يا ابو داتو، ايمتك كنا والشمس طلعنا؟ قلت لي واجب ما؟ سلام. مع السلامة. دبوسك يا ولد.